وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار، رئيس مجلس إدارة المركز الإقليمي. أهلا بك في نشرة أخبار الثالثة. وما أهمية انعقاد اجتماع لجنة التراث العالمي في المملكة العربية السعودية من بعد استضافة مملكة البحرين لهذا الاجتماع عام 2018؟ اجتماع لجنة التراث العالمي يعد من أهم الاجتماعات الدولية المتعلقة بالتراث، ونهني الأشقاء في المملكة العربية السعودية على استضافتهم لهذا المحفل الدولي، وهو دلالة على المكانة الدولية التي حظيت بها المملكة العربية السعودية نظير الجهود المبذولة في حماية وترويج التراث. ستبحث اللجنة العديد من الملفات، ونفخر بأنه سيكون هناك إدراج مواقع جديدة على قائمة التراث العالمي في المنطقة العربية في السعودية وتونس وفلسطين، مؤكدين أحقية وأهمية تمثيل التراث العربي بجميع أنواعه على هذه القائمة الدولية الهامة. نعم سعادة الشيخ، ما طبيعة البرنامج الذي يقدمه المركز في الاجتماع، وما هي أهدافه من خلال هذه المشاركة؟ يشارك المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي بعدد من الفعاليات الجانبية المتعلقة بالمواقع العربية المرجعة على قائمة التراث العالمي، أبرزها تنظيم ملتقى للخبراء العرب والدول الأفريقية في مجال التراث العالمي والتنمية المستدامة بمشاركة 10 خبراء يمثلون الدول العربية والدول الأفريقية، ويستعرض من خلاله أبرز الجهود لإدماج أهداف التنمية المستدامة في مواقع التراث العالمي، وكذلك النظر في إطار الحماية للمواقع المهددة بالخطر. نعم. علاوة على ذلك يشارك المركز في عدد من النشاطات بالتعاون مع الجهات الاستشارية الاتفاقية، أبرزها خطوة تقييم الأثر وتدشين تقرير حول الفرص لتحسين تمثيل مواقع الدول العربية بالشراكة مع الإيكوموس لوضع الأولويات للمنطقة العربية والمجالات التي من الممكن أن تساهم في تحسين تمثيل المواقع العربية على قائمة التراث العالمي. نعم سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، رئيس مجلس إدارة المركز الإقليمي، شكرا جزيلا لك.